13 امرأة وإحدى وعشرون مرحلة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون كيلومترا ومطلب واحد. إقامة سباق فرنسا للدراجات خاص بالسيدات، فسباق الدراجات الأكثر شهرة في العالم مخصص للرجال فقط. نريد أن نثبت أن النساء أيضاً يمكنهن تقديم أداء غير عادي، بحيث نقوم بأشياء تبدو للوهلة الأولى مجنونة نوعاً ما، فنجعل الناس يستمعون إلينا. فكرة كلير فلوغي وزميلاتها هي قطع مسافة السباق بأكملها بمفردهن، ودائماً قبل الرجال بيوم واحد. بروكسل، يوم قبل المغادرة، فهذا العام سينطلق السباق من بلجيكا جارة فرنسا. وصلت المتسابقات 13 للتو إلى فندقهن. في البداية يجري توزيع الخوذ والقمصان والأحذية وتجريبها. الجميع حصلنا على كل شيء، من ينقصها كبسولات الهضم دايجست بلس. لن نسمي هذه الآن منشطات، فكلها قانونية، بل أن جميع محتوياتها من مكونات طبيعية، إنها مكملات غذائية. كلير فلوري منسقة مشروع دعونا نجعل المرأة تقود الدراجة. منذ عام 2015 تشارك في سباق دراجات فرنسا غير الرسمي سنويا حتى تحت ظروف صعبة. كنا في المرة الأولى ثلاثا فقط، ولم نكن نعرف إن كانت نقودنا ستكفينا حتى النهاية. كنا نبيت لدى عائلات على الطريق، وكنا نعد طعامنا بأنفسنا ونغسل قمصاننا بأيدينا. كل شيء وفقا لشعار اعمل بنفسك، كان ذلك أشبه بالمغامرات. وعلى عكس ذلك، فستكون السنة الخامسة هذه في أعلى درجات الاحترافية، فقد تكفلت الفتيات بالبحث عن داعمين لشراء المعدات، فبدون الدعم المالي لما استطعنا تحمل كلفة المواد والإقامة. جميع الفتيات لسنا محترفات، فكلير تعمل معلمة رياضة وتتابع المشروع في وقت فراغها. هذا متعب، ولكنني أقوم بذلك بالشغف. حالياً ليس لدي الكثير من الوقت لفعل شيء آخر، فقد كرست نفسي بشكل كامل لهذا المشروع. ولكن بعد عام أو عامين، عندما يقام سباق فرنسا النسائي للدراجات، فسيتغير ذلك مرة أخرى. صباح اليوم التالي في وسط بروكسل، الأمر الآن أصبح جدياً، والاستعدادات على قدم وساق. على مسافة بضع مئات من الأمتار فقط من هنا، سيستقبل الملك البلجيكي الدراجين الرجال قبل انطلاقهم. هيا لننطلق، الإشارة خضراء. هذه كانت البداية. الشارع لم يتم إغلاقه، وعلى الفتيات قيادة دراجاتهن بحذر بين السيارات. سباق فرنسا غير الرسمي للنساء يراعي الإشارات المرورية الحمراء وقواعد المرور. على الفتيات قطع مسافة 3480 كيلومترا تمر عبر جبال الفوج والبريني والألب على ارتفاعات تصل ل 2770 مترا، وهو بذلك أكثر سباقات الدراجات صعوبة. لكن الفتيات يتسابقن لتحقيق هدف مشترك هو رغبتهن في تسليط الضوء على رياضة الدراجات للسيدات. بدأت بممارسة ركوب الدراجات في 24 من عمري، وفي أحد الأيام لاحظت أنني لم أرى أبداً في التلفزيون أي سباق دراجات للسيدات، ورغم ممارستهن لهذه الرياضة ولكنهن لا يظهرن في التلفزيون، فصممت على ضرورة تغيير هذا الأمر. تجمع بعض المتفرجين بمحاذاة الطريق ليضمنوا مكاناً جيداً لمشاهدة سباق اليوم التالي للرجال، وكان بعضهم من يأتي سنوياً لهذا السباق معجباً بالفتيات اللواتي شاركنا بهذا التحدي. هذا صحيح، يتم فعل الكثير بالنسبة لسباق الرجال في حين لا تحصل السيدات على الدعم المستحق. لهذا السبب نحن هنا، لتشجيعهن. وبإمكان من يريد مرافقة الفتيات في كل مرحلة من رحلتهن، الجميع مرحب به.
النساء والرجال. هن محقات، لماذا تقتصر بطولة فرنسا على الرجال؟ هناك متسع للجميع. ولأسباب تتعلق بالسلامة توجب تحديد العدد بمئة شخص يومياً. أشخاص كثيرون رافقونا في رحلتنا، هذا رائع للغاية. رسالتنا إذن وجدت أذاناً صاغية، إنه شعور غامر. بعد 4 أيام و650 كيلومتراً الانطلاق من مدينة سان دي دي فوج في جبال الفوج، تجاوزنا المراحل الأولى بنجاح، والطريق بدأ الآن عبر الجبال. وقد يكون اليومان القادمان اختباراً، لكن لحسن الحظ فإن تدريب كلير جيد. الانحدار على مسافة طويلة، ولحسن الحظ نحن هنا محميات من الشمس. وبخلاف سباق الرجال الذين يحصلون على طعامهم أثناء السباق، يتعين على السيدات أخذ استراحات للتزود بالطعام، فغير ذلك مستحيل لوجستياً. هذا مع التقيد بحركة المرور، فالسيدات بحاجة إلى ضعف الزمن الذي يحتاجه الرجال لإنهاء إحدى المراحل. يرافق السيدات فريق صغير من المساعدين المتطوعين للقيام بالتحضيرات. أوسكار ماير يشارك بدوره للمرة الثانية، وقد أخذ إجازة من عمله خصيصا من أجل المساعدة. إنه سباق مع الزمن طيلة الأسابيع الثلاثة، كلما ساعدنا النساء أكثر زاد الوقت المتاح لهن للاستراحة. المتسابقات يحتاجن إلى الكثير من الكربوهيدرات والفواكه، لكن دون وجبات ثقيلة. الأمور تسير إلى الآن بشكل جيد جداً، لا يزال أمامنا أكثر من نصف المرتفع والجزء الأصعب أيضاً. قمتا لشيفغاغ ولا بلانش دو بلفي حدتان جداً، سنرى ما يمكننا فعله. من 8 إلى 9 ساعات تقضيها النساء يومياً في قيادة الدراجات، وهو ما يسبب لهن تقلصات ومشاكل عضلية. لدى الفريق 3 أخصائيين في العلاج الطبيعي. بسبب ضيق المكان يتحول فناء الفندق لغرفة علاج في المساء لمنح كل دراجة متعة التدليك. الأمس كان صعباً، قدنا مسافة 215 كيلومتراً، 90 كيلومتراً الأخيرة كانت مؤلمة، تشنجت العضلات، لكن التدليك سيريحنا الآن، وغداً سأكون مستعدة من جديد. لا يوجد دوماً وقت كاف للتدليك، فالمتسابقات غالباً ما يكون مدعوات للقاءات في نواد رياضية محلية أو لحفل استقبال لدى عمدة المدينة، مثل ما هو الحال هنا في نونسي. لقاءات مفعمة بالتقدير، لكن أيضاً بالتشكيك والتحفظ. هل ستنجح؟ نقود الدراجات منذ 5 سنوات، واضطرت مشاركة واحدة للانسحاب، 1 من 22 في السنوات الأربع الأخيرة. 21 متسابقة نجحنا في بلوغ الهدف، ليس هناك سبب يمنعنا نحن 13 من ذلك. للأسف تضطر النساء دوماً لإثبات أنفسهن أكثر من الرجال، وإلا فلا أحد سيأخذنا بجدية. اليوم الثاني في جبال فوج. هذا العام حصلت كلير وزميلاتها على دعم من فريق نسوي عالمي، دراجات من إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا. انضممنا للفرنسيات. الأسترالية بيبا ليون تكبدت عناء رحلة طويلة، رضيعها الصغير ينتظرها بفارغ الصبر في نهاية السباق. رغبتها للمشاركة في الطواف كانت كبيرة. منذ ولادته صار الأمر أكثر أهمية بالنسبة لي. نريد أن نظهر للجيل القادم أن النساء يتمتعن بالقدرة نفسها كالرجال. صحيح أننا لا نتمتع بنفس السرعة والقوة، لكن باستطاعتنا القيام بذلك بشكل جيد. الأصوات المطالبة بتنظيم سباقات نسوية على غرار الرجال تتعالى. لم تجد أذاناً صاغية لدى منظمي طواف فرنسا. سباق السيدات نظم مرة واحدة في الثمانينيات تزامناً مع طواف فرنسا للرجال. كريستيان برودو رئيس لجنة تنظيم سباق فرنسا لا يرغب في الحديث عن الموضوع، وقام عبر المتحدث باسمه بإلغاء موعد لإجراء مقابلة معه. كان قد أجاب عدة مرات على أسئلة حول إمكانية تنظيم سباق فرنسا للسيدات. الجواب لا يزال هو نفسه، تنظيم سباق آخر في نفس الوقت لمدة 3 أسابيع أمر غير ممكن من الناحية اللوجستية.
يعتبر سباق فرنسا للدراجات ثالث أكبر حدث رياضي في العالم، وهو حدث يجند له 4500 شخص لإنشاء وتفكيك حواجز المسارات و29,000 من رجال الشرطة والإطفاء. تقوم الشرطة بإغلاق الطريق بأكمله. بذل جهد مماثل من أجل سباق آخر أمر لا تجتمع عليه بالضرورة المصلحة العامة، لكن دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات له رأي مخالف. علينا العمل لإيجاد حل. يجب دراسة المشاكل والظروف التقنية عن كثب، وأعتقد أنها قابلة اليوم للحل. لدي قناعة بأن رياضة الدراجات النسوية قد تجذب جمهوراً كبيراً وجديداً، وبهذا ستحصل المتسابقات في النهاية على التقدير المستحق. ومنذ عام 2014 ينظم ليوم واحد سباق للسيدات خلال طواف فرنسا، لكن كلير ليست راضية عن ذلك. أتساءل لماذا علينا الاكتفاء بيوم واحد بينما نحن قادرات على سباق من مراحل عديدة على امتداد عدة أيام وأسابيع. سباق يوم واحد لا يضاهي سباق مرحلة كاملة، وهما أمران مختلفان جدا، إذ مع مرور الوقت تتطور الأمور داخل الفريق وأيضا بالنسبة للمشاهدين. وأعتقد أن للمتسابقات الحق في ذلك. أما اليوم فلابد من مواصلة المثابرة. المراحل الأولى من الجبال، كل بلوغ لخط النهاية انتصار صغير. لا يزال هناك طريق طويل حتى باريس، وطريق أطول حتى يحققن مرادهن في سباق السيدات. وحسب كلير فهن لن يستسلمن. أشارك في السباق للمرة الخامسة وأمل أن لا أضطر للقيام بذلك 15 عاماً أخرى، لأن ذلك يتطلب جهداً كبيراً والأمر سيزداد صعوبة عاماً بعد عام، كما أني أرغب في بناء أسرة، وعندما أتوقف ستحل أخريات مكاني. أتمنى أن نرى قريباً سباق فرنسا للسيدات.